السلام عليكم يا شباب، تحية طيبة لكل السودانيين داخل وخارج أرض الوطن، تحية بتاعت حب واحترام لعموم أبناء الشعب السوداني. أظن كلكم متابعين الأخبار السودانية والأخبار اللي قاعد تطلع عن عملية اغتيال السيد رئيس الوزراء حمدوك، وإنه حمدوك تم يعني عشان يحموه ودوه إلى حتة آمنة. فأنا يعني ما عارف انطباعات الناس شنو عموم أبناء الشعب السوداني، هل هم الموقف ده فعلا صدوا وإنه دي حادثة بتاعت اغتيال، وإنه طيب منو اللي عايز يغتال السيد رئيس الوزراء؟ منو مصلحته إنه اغتيال السيد رئيس الوزراء؟ تمام، طيب منو يعني منو من الكيانات عشان نحن نعرف العدو بتاعنا، يعني عشان نحن نعرف العدو الذي يريد إجهاض الفترة الانتقالية، عشان نحن نعرف العدو ونمشي نحن الناس لجان المقاومة وأبناء الشعب السوداني يتحركوا في شنو في 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 الطريق بتاع العدو ده إنه نحن ندمره. لكن قبل ما نجي للحادثة بتاعت اغتيال السيد رئيس الوزراء حمدوك، منذ سقوط عمر البشير لحد اليوم اللي أنا بتكلم فيه ده يا جماعة، كلكم متابعين يعني كلكم كسودانيين متابعين الشأن السوداني، منذ سقوط عمر البشير ولحد اليوم اللي أنا بتكلم فيه ده، عدد المسرحيات التي غادها المجلس العسكري أكثر من المسرحيات اللي عملها عادل إمام في تاريخه الفني. عادل إمام ده عمل 400 ألف مسرحية. المجلس العسكري بقيادة البرهان واللحميتي، المسرحيات اللي عملوها لأبناء الشعب السوداني خلت أبناء الشعب السوداني فاقد الثقة في أي حاجة بيقولوها العساكر أو بيقولوها الأحزاب السياسية، أبداها منذ قبل من سقوط عمر البشير. مسرحيات الانقلابات العسكرية، حصل انقلاب ولا ما حصل انقلاب؟ حتى جزء كبير من أبناء الشعب السوداني وصلوا إلى قناعة إنه كل خميس ده انقلاب عسكري. يعني الحاجات دي تابعناها يا جماعة. يطلع لك البرهان يقول لك والله لقد حدث انقلاب عسكري ولقد قبضنا كمية من الدولة العميقة. لا انت بتشوف الكمية اللي قبضوها ديل، ولا انت بتشوف الناس اللي حاسبوهم، ولا انت بتشوف الناس اللي حاولوا يعملوا الانقلاب ديل لنفسك عشان تعرف الكوز العادة نعمل الانقلاب ده للتاريخ بس. شغل كله كوتوموتي وكوتوموتو انقلاب. يطلع لك حميتي برضه بنفس المسرحيات، محاولة هروب عمر البشير من السجن بتاع كوبر. طيب يا حميتي، الناس اللي حاولوا يهربوا عمر البشير من السجن بتاع كوبر منو يا 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 حميتي؟ لا كوتوموتو وكوتوموتي. انت ما تشوف، انت تسمع الكلام اللي انا بقوله لك وتصدقني، لكن اصدقك كيف يا حميتي؟ انت قاتل ومغتصب وجنجويدي ورباطي وما عندك احد، اصدقك كيف؟ داير اشوف الادله، كمية من المسرحيات الكان بيطلعها المجلس العسكري والبرهان وهو الحرية والتغيير، والأساليب مختلفة، الأساليب حادثة بتاعت غضب الشارع حاسم بيه. المجلس العسكري وهو الحرية والتغيير ما عندهم مخابرات، قارين الشارع، قارين الحالة بتاعت الشارع، هل الشارع ده غضبان؟ هل الشارع ده مبسوط؟ هل الشارع ده مرتاح؟ هل الشارع ده ممعوط؟ قارين الشارع النازل. فعشان كده المسرحيات اللي كان بتمر عليك منذ قبل ما تتوقع وثيقة دستورية وقبل ما يجي حمدوك أطال الله في حمره الزول الفارس الجحجاح، كانت في مسرحيات كلنا تابعناها الأهداف بتاعها إحساس إنه العساكر ديل هم صمام أمان الثورة، صح؟ انقلاب عسكري ولا قدر دمنا الانقلاب العسكري، حوادث الانقلاب العسكري قبل التوقيع على الوثيقه الدستوريه قرابه ال 15 انقلاب عسكري بنص البرهان ونص حميدتي. خلونا نمشي الى قدام. تم التوقيع على الوثيقه الدستوريه، صحيح؟ صحيح. كلكم كابناء شعب سوداني متابعين المسرحيه بتاعه تمرد هيئه العمليات، كلكم تابعتوا الموقف ده. طلع العساكر وطلع حمدوك ذاته وطلع قوى الحريه والتغيير وقالوا انه جهاز الامن والمخابرات حصل تمرد في هيئه العمليات، وطلع حميدتي ده ذاته وقال يا جماعه التمرد ده بقياده صلاح جوش، وصلاح جوش ده دوله عميقه، وصلاح جوش ده نيجروس، وصلاح جوش ده ما عارف طلع السبعه وزمتها. طيب نحن كابناء شعب سوداني دايرين نصدق انقلاب هيئه العمليات ده. طيب فيكم واحد يا ابناء الشعب السوداني شاف الناس اللي كانوا محرضين على تمرد هيئه العمليات؟ ما في زول شاف. طيب عشان انا ما اقول انه دي مسرحيه، مسرحيه هيئه تمرد العمليات دي، عشان انا كمواطن ما اقول انه دي مسرحيه وافقد الثقه فيكم، طلعوا لي الناس اللي حرضوا الضباط وعملوا تمرد داخل ولايه الخرطوم وقفلوا الشوارع وهددوا امن المواطن، طلعوا لي الضباط اللي حرضوا ديل، ما انتوا كنتوا صلاح جوش صح؟ ده انا اعرف ضباط جهاز الامن ديل التابعين للدوله العميقه، طلعوهم في التلفزيون، طلعوهم في وسائل الاعلام. هل حاسبتوهم يا برهان ويا حميدتي ويا مجلس عسكري؟ هل حاسبتوا هيئة العمليات التي تمردت؟ هل دخلتوها إلى محاكمات مدنية أو محاكمات عسكرية؟ ما دخلتوها إلى محاكمات عسكرية ولا حولتوها إلى محاكمات مدنية. طيب مدير جهاز الأمن والمخابرات في الوقت ده كان منه؟ كان منه؟
طيب مدير جهاز الامن والمخابرات حاسبته؟ لا ما حاسبته. اغلته؟ لا ما اغلته. طيب عملت له محاسبه عسكريه؟ ما عملت له، بل انه قدم استغالته عن طريق التلفون. الو السلام عليكم، كيفك؟ تمام الحمد لله. والله يا اخي انا عايز اقدم استغالتي يا برهان، رايك شنو يا اخي؟ اوكي اكيد، تعال اشرب معانا شاي واكتب لنا مكتوبه. دي جزء من المسرحيات اللي اتعملت في حكومة حمدوك وحكومة الثورة، كلها مسرحيات الهدف منها كان امتصاص الغضب وغير 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 من الحاجات. طيب المسرحية بتاع طائرة وزير العدل، مش قلت انه وزير العدل دركي في طيارة والطيارة دي وقعت والطيارة دي بفعل فاعل وبفعل الدولة العميقة وبفعل النيجروس وبفعل وات ايفر؟ طيب حادثة القضية دي عملتوا فيها شنو؟ عملوا لجنة تحقيق، غير من لجان التحقيق اللي تكونت حكومة حمدوك توصف انه هي ما انجزت. ما بزول يقول لي انه حكومة حمدوك انجزت، حكومة حمدوك حتخش موسوعة جينيس للارقام القياسية في اكثر حكومة انتقالية كونت لجان، لجان للتحقيق مع الكيزان، لجان للانقلاب بتاع العساكر، لجان في فضل الاحتصام، لجان لهيئة العمليات، لجان للطائرة الوقعت، لجان لاحداث زارفور، وكل اللجان دي ما في سمع بها حاجة. طيب جينا الى المسرحية الرهيبة. أنا في نظري كمواطن سوداني، لأنه فاقد الثقة في برهان وحميتي، وفاقد الثقة في الأحزاب السياسية، وفاقد الثقة في كل المكونات السياسية القاعدة السعدين، بقول إنه عملية الاغتيال دي مسرحية لا أكثر ولا أقل، ولا حتخش في راسي أنا ولا حأصدقها. طيب خلونا نجي نسأل نفسنا سؤال، من لديه المصلحة في اغتيال السيد رئيس الوزراء حمدوك؟ من له المصلحة؟ انا كمواطن لو جاي، انا لو كمواطن وعندي هم في السلطه ما حاختال حمدوك. حمدوك حمل وديع، حمدوك حمل وديع، حمدوك زول ما عنده صلاحيات، حمدوك راكع للامارات والسعوديه وراكع للعساكر، والسلطه الفعليه ما في ايدي حمدوك. عشان انا امشي اختال حمدوك وما اصل الى السلطه، انا كمواطن داير اصل الى السلطه، ما حاختال الزول الضعيف، الزول اللي ما عنده صلاحيات، الزول اللي ما عارف، الزول اللي هو عباره عن اراجوز في ايدي العساكر. حمدوك عبارة عن اراغوس في ايدي العساكر. امشي اختال الفيل ذات، وامشي اختال، امشي اختال البرهان، ما هو السلطة اللي عند العساكر، امشي اختال البرهان ده، ولا امشي اختال حميتي؟ ما ده اللي عندهم السلطة يا جماعة. حمدوك ده ود صغير كده ما عنده سلطة يا جماعة. العساكر دي ما عندها سلطة يا جماعة، السلطة بيد العساكر. دي شئت ام ابيت، اذا حمدوكي ولا قحاتي ولا برهاني ولا جنجويد الرباطي، السلطة عند الجنجويد الرباطة والعساكر. انا ليه اخسر مالوتوف ولا اخسر لي قنبله واخسر لي عربيه بتاعت اكسن عشان اقتل بيها زول ما عنده صلاحيات؟ انا ما اسقط الزول اللي عنده صلاحيات الفوق يا جماعه. طيب منو اللي عنده مصلحه؟ طوالي طلعت الاحزاب السياسيه وطلع العساكر الدوله العميقه. انا كمواطن عشان اوكي الدوله العميقه والحركه الاسلاميه دي اخلاقهم، يعني انا ما بنكر انه دي ما اخلاقهم، الحركه الاسلاميه غير العنف والتفجيرات ما عندها، دي اخلاقهم فعلا، دي اخلاق الـ 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 الحركه الاسلاميه. لكن هل حمدوك عنده مشاكل مع الحركه الاسلاميه؟ هل العساكر دي عندهم مشكله مع الحركه الاسلاميه؟ ما الليله اوفيشال يا جماعه، نحن محكومين بالصف الثاني من الحركه الاسلاميه. الصف الاول ده كله ودوه الفنادق وودوه المحتغلات، المحتغلات الفاخره، وظهر الصف الثاني. البرهان ده ما الصف الثاني للحركه الاسلاميه، ما تقول لي بحثي ولا تقول لي وات ايفر، البرهان ده كان حركه اسلاميه. حميتي ده صناعة منه، صناعة الحركة الإسلامية. حميتي ده كان يتبع إلى صلاح قوش، الربوه وسمنوه وكبروه ودوه العتاد ده الحركة الإسلامية. طيب نجي نتكلم على الدولة العميقة، هل حمدوك عنده مشاكل مع الدولة العميقة؟ ما أنا عايز متهم الليلة، أنا داير أعرف الداري يقتل لنا رئيس الوزراء ده منه، أنا عايز أعرف الداري يختال لنا أحلامنا منه، داير أعرف أنا. ما هو يا طلس يا حقيقة، حقيقة دعال، والله العظيم الناس الفجروا ديل الدولة العميقة والحركة الإسلامية. طيب انتوا الحركة الإسلامية خالينها في الشوارع لحد الليلة ليه؟ يا حكومة حمدوك ويا البرهان ويا حميتي، الدولة العميقة اللي انتوا بتتكلموا عنها دي ما فككتوها لحد الليلة ليه يعني؟ الليلة الكيزان ما كلهم في الشوارع حايمين، ما مأمون حميدة ده فكيتوا ليه؟ فكيتوا ليه؟ لا لا والله يا مأمون حميدة فكوه بضمان، يا أخي ده زول قتل، ده زول منظمة إرهابية، الحركة الإسلامية منظمة إرهابية. ما من حميدة فكيتوا يا ضمان؟ خلاص تستحملوا التفجيرات اللي بتحصل لكم دي؟ دير الكيزان فاكنهم ليه؟ ما انا عايز اعرف يا مع الفيك الليله الكيزان ده، ما نحن نقول انه الكيزان عندهم مشكله مع حمدوك لو طبقوا اي كوز ندوس ودوس، الليله في كوز يدس؟ واحد يطلع لي كوز واحد من كيزان الحركه الاسلاميه فعلا حمدوك داس ودوس والبرهان ودف 60,000 ديها ما حتلقى.
طيب انتوا سلمتوا عمر البشير عشان اقول والله العظيم احمدوك، والعساكر سلموا عمر البشير للمحكمه الجنائيه، ودي الناس الحركه الاسلاميه اصدقكم في اللحظه دي، لكن انتوا عمر البشير خاتينه داخل المعتقلات، وعمر البشير قاعدين تخللوا فيه وما دارين تسلموا. انتوا اللي بتحموا في الدوله العميقه، انتوا الليله الوزارات دي كلها ما كيزان يا جماعه، الهيئه القوميه للكهرباء دي ما ماسكينها الكيزان. الليله الزياره الاخيره للسيد ولا البوشي لكسلة، كل الناس اللي حواليها كانوا كيزان، ولا واحد مناضل واحد، ولا واحد وطني واحد، ولا واحد من الناس اللي كانوا بيشموا البومبان القاعدين حواليها ولا البوشي دي كلهم كيزان. الليله السلطه الغضائيه كيزان، فما تجي تتكلم لي انه دي الدوله العميقه دي الكيزان، وانتوا اصلا شركاء مع الكيزان والحركه الاسلاميه. يعني ما حاصدق لكم المسرحيه بتاعتكم دي. كيزان اوكي، دار اصدقك يا برهان، ودار اصدقك يا حمدوك، وانا حاصدق يا جماعه الليله اللي حصل ده اغتيال للحركه، الاغتيال للسيد رئيس الوزراء، اغتالوا دار اغتالوا صح؟ طيب يلا يا حمدوك ورينا القرارات اللي حتطلعها. يلا يا سيد حمدوك ويا سيد يا برهان ويا سيد ده رئيس الوزراء، ده زول يا اخي رمز الثوره وايقونه الثوره، وحمدوك ده لو مات الدوله المدنيه حتنتهي. طيب دار اشوف قراراتك يا سيد حمدوك، طلع لي قراراتك عشان اعرف فعلا ده اغتيال حقيقي ولا اغتيال مزور. زول يا جماعه زول دار يقتلوا. اهم حاجه انك رئيس وزراء وعندك سلطات وانت ما عندك صلاحيات، اطلع في التلفزيون طلع قراراتك الاتي: الحصل ده من الدوله العميقه، ومن هنا نطلع قرار بتفكيك نظام المؤتمر الوطني ابتداء من اليوم. ما حتقدر يا 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 حمدوكي، ما حتقدر يا حبيبي حمدوك، ما حتقدر. ما هم كيزان خلاص، انت الليل عشان انا اصدقك ومواطن واقول سير سير يا حمدوك، تعال طلع لي القرارات اللي بتوريني انه فعلا ده حادثه بتاعت اغتيال، ما مسرحيه من المسرحيات. ما يبقى زي كلام البرهان تمرد هيئه العمليات. طيب قرارات، القرارات شنو؟ ما في ولا قرار طلع، معناتك انت يا برهان يا عميد تحملتوا المسرحيه دي عشان تستلموا هيئه العمليات وسلموها للجنجويد الرباطي. تعال اطلع يا حمدوك دي حادثه بتاعت اغتيال، تعال اطلع عليه غبطه، ما تكون لي لجنه، وانت حتكون لجنه ما عندك غير اللجان. لا شبعنا من اللجان، لجنه التفكيك، لجنه وين، 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 لجنه فض الاعتصام، لجنه الانقلاب، لجنه الاباده الجماعيه، كل اللجان دي ما ادت الى حاجه يا جماعه. في لجان تكونت من 8 رمضان لحد الليله، اللجنه دي ما طلعت. تعال يا حمدوك في التلفزيون عشان انا اصدقك والمواطن السوداني يصدقك، الحاول اختالوك دي للدوله العميقه، طلع قرار بالاتي: تسليم عمر البشير وال 52 ولا ال 53 للمحكمه الجنائيه بكره. تعال يا سيد وزير العدل، الناس دي نحن حاولنا نتعامل معاهم وهم عاملين فوق ده يقتلوا. بكره تمشي تتواصل لي مع المحكمه الجنائيه وتسلم لي عمر البشير وال 52 الى الله، هاي نقفل الموضوع ده. بتقدر يا حمدوكي؟ ما بتقدر، ما بتقدر. دوله عميقه، تعال بكره يا حمدوك قول البدء في محاكمه كوادر المؤتمر الوطني. نافع علي نافع ما حاسبته ليه؟ علي عثمان محمد طه ما حكمته ليه؟ عمر البشير ده خاتينه بتخللوا فيه ودارين تعاملوا به شنو؟ لانكم انتوا اصلا محكومين من الدوله العميقه. فحته انه انا اجي اصدقك انه الدوله العميقه داير تختالك، انت تختالك ليه؟ انت عندك السلطه يا حمدوك؟ ما عندك السلطه. انت عندك صلاحيات يا حمدوك؟ ما عندك صلاحيات. انت مش صرحت في التلفزيون قلت بنك السودان ده ما حقي ماسكينه من العساكر داقيني، زي الود في المدرسه الزماني، الود الخواف يكون في واحد غرسون كده بيجي والله يا اخي داك دقاني، شال السندويتش بتاعي، مش سندويتشك اي لكن يا اخي دقاني، طلعت في التلفزيون قلت ما عندك صلاحيات. فانا كحركه اسلاميه او انا ككوز، اعتبرني انه في اللحظه دي انه انا كوز، اوكي؟ انه انا حركه اسلاميه. انا داير استلم السلطه، داير ارجع الى السلطه ثاني صح؟ اختالك انت يا حمدوك ليه؟ وانت يا حمدوك التغيت بكل كوادر الحركه الاسلاميه. مش انت قعدت مع غازي يا حمدوك، غازي ده شنو حزب شيوعي ولا حزب ليبرالي؟ ما حركه اسلاميه. مش انت يا حمدوك قعدت مع المؤتمر الشعبي ناس الترابي ولا ما قعدت معاهم؟ قعدت معاهم. يا اخي انت يا حمدوك ذاته مش قعدت مع زنون؟ يعني انت قعدت مع صعاليك الحركه الاسلاميه. قعدت مع صعاليك الحركه الاسلاميه، خليك من قياداتهم. صعاليك الحركه الاسلاميه انت قعدت معاهم يا حمدوك، زنون ده. يعني انا زول كمناضل اقعد مع صعاليك الحركه الاسلاميه؟ صعاليك الحركه الاسلاميه خليني انا خلاص لو بدي اقعد مع اقعد مع غادات الحركه الاسلاميه، لكن ما بقعد مع ارازل الحركه الاسلاميه، ما بقعد مع 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 اشباه الرجال من الحركه الاسلاميه. عشان تقول لي ده انقلاب عسكري، ده حادثه بتاعت اغتيال، حادثه بتاعت اغتيال، وريناك الحل عشان نصدقك. تسليم عمر البشير للمحكمه الجنائيه، اوكي ما دكت حركه اسلاميه،
تفكيك نظام المؤتمر الوطني التفكيك زي الناس ما التفكيك بتاعكم لا بالراحه كده لا ده يا اخي ما تجرح الكوز ده تمام ده قوت الحركه الاسلاميه طيب تاني منو مصلحته انه يختالك الاحزاب السياسيه هي الاحزاب السياسيه جابتك تختالك كيف يعني ده اختالك البرهان وحميتي ما انتوا قاعد تقولوا انه ده شركاء مش انت يا حمدو قاعد قلت انه نحن مهرمنين وعايشين في محبه وعايشين في عاطفه وعايشين في توائم مع الحركه الاسلاميه مع 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 المجلس العسكري خلاص ده كلامكم نحن بنصدقه لكن يا جماعه دائما الدين الحبه بسرعه زمان الكيزان زمان الكيزان ما دي التربيه بتاعت الكيزان كلهم بيحمدوكم ذاته بيحمدوكم ذاته بالمناسبه ديل كلهم تربية الحركة الإسلامية صارغة الكيزان زمان لما يتعصروا في حتة من الحتات يلجأوا إلى ماذا؟ يلجأوا إلى المواضيع الإنصرافية زي شنو؟ الشعب ده جايت حالة بتاعة تحرك طوالي حفلة بناسي عجرم حفلة بناسي عجاج حفلة بطه سليمان حفلة بأحمد الصادق حفلة بما عارف شنو إشغال الشعب السوداني لما يكون الحالة محتغنة بتلقى الحفلات مدورة حادثة بتاعة إلهاء طيب دعنا نعرف انه الليله الحادثه بتاعه المقتل دي ليه اختار حمدوك ليه ما قالوا ليه تم اختيار حمدوك بمرور الايام بمرور الايام في مرحله من المراحل كان الهاجس بتاع الشعب السوداني هو الحريه والتغيير تمثلني لا انت كوز يا زول هو الحريه والتغيير تمثلني كانت في حاله بتاعه عبوديه لقوى الحريه والتغيير في مرحله من المراحل الحاله دي انتهت تماما الليله بمرور الايام الشعب السوداني شاف انه الاحزاب باعت الثوره بتاعته، شاف انه الاحزاب تنازلت عن مطالبه، شاف الاحزاب انه سلمت ثورته للقتله والمغتصبين، ده شافوها من الشعب السوداني. الليله ما في واحد بيقول لك قوى الحريه والتغيير تمثلني الا يكون حزب من الاحزاب السياسيه. حتى لجان المقاومه بيقولوا دارين لجان مقاومه مستقله، ما لجان مقاومه احزاب. انت كوز؟ يا زول انا كوز هاي. انا كوز. امشي كلم رئيس وزرائك ده خليه يسلم عمر البشير مش عمر البشير ده الرمز الكيزان سلموا لي للمحكمه الجنائيه يلا سلموا عمر البشير ده ما عارفين حتته وين الناس اللي بتقول كوز ما انت قاعدين انه في سجون كوبر طيب قوه الحريه والتغيير انتهت تماما بمرور الايام تمام الشخصيه عشان يجيبوا لك شخصيه ما في حاله بتاعت غضب في الشوارع في حاله بتاعت غضب من حاجات كثيره في حاله بتاعت غضب من من انه الحكومه المدنيه بيسلم حميتي مغاليد الدوله في حالة بتاعت غضب من القرار بتاع حمدوك ذاته بتكوين آلية اقتصادية عليا بقيادة زول أمي لا بيعرف يقرأ لا بيعرف يكتب لا عارف واحد زائد واحد بيساوي كم لا لو سألته يا حميتي خمسة في خمسة كم بيقول لك بخمسة وسبعين زول جاهل خلاص يعني زول قمة الاقتصاد ماسكه زول ما قرأ جامعة في حالة بتاعت غضب لجان المقاومة كلها طلعت بياناتها انه اللجنه دي ما بتمثلنا، في حاله بتاعت غضب من اسر الشهداء، دماء اولادنا وين يا حمدوك؟ في حاله بتاعت غضب من الناس وين تفكيك الدوله العميقه يا حمدوك؟ في حاله حمدوك زماني في مرحله من المراحل حمدوك يمثلني، حمدوك ادوا حمدوك فرصه، الليله الفرصه واضحه، الازمه الاقتصاديه في حاله بتاعت غضب من الازمه الاقتصاديه وكل ابناء الشعب السوداني شايفين انه موارده يتم تسليمها الى الامارات عن طريق شركه الفاخر. كل الشعب السوداني شايف انه وزاره الماليه سلمت موارد الدوله لمنو؟ لشركه الفاخر. الحاله بتاعت الغضب دي لابد انك تاخذ لها حبه عند اللزوم، تمام؟ مشيت لاي طبيب تقول لي يا دكتور والله انا ظهري ده واجعني بديك مسكنات. قوى الحريه وتغيير ما شو فتحوا الكتاب بتاع الكيزان. كيف تمتص غضب الناس والطلوع الى الشوارع وكانت في ارهاصات كانت الناس حتطلع الشارع في الايام الجايه دي يومين بكره حتلقى ناس قاعدين في الشوارع تمام طيب الحبه تاخذ الحبه عند اللزوم زمان كنت تاخذ الحبه بتاعت قوى الحريه والتغيير تمام بيسكتك ثلاث ايام يا جماعه كده خلوهم يتفاوضوا كده خلوهم يقعدوا يا جماعه كده نشوف التفاوض بيحصل في شنو الحبه دي مفعوله انتهى بقت ما بتاثر فيك المضادات الحيويه بقت ما بتاثر داخلك الأصم أدوك الحبة بتاعت الأصم أبلع الحبة دي كويسة معك الأصم يمثلني الأصم انتهى بمرور الأيام بأنه باع القضية للعساكر وللمجلس العسكري لو جابوا لك شخصية قالوا لك والله حادثة اختيار الصادق المهدي الشعب السوداني ما حيتضرر يعني لسه لو تخيل حادثة اختيار الصادق المهدي كل الشعب السوداني حيفرح الشعب السوداني ذاته حيمشي يكرم الزول اللي اختار الصادق المهدي ده مش الحكومة حتفتش من الذي اختار الصادق المهدي لتقديمه للمحاكمة الشعب السودان حيعمل تمثال في الخرطوم تمثال الذي اختار الصادق المهدي دولة عميقة بس ده تمثاله دارين شخصية منو الدقير ما حيجيبوا لك شخصية الدقير طب ما طرده
حنجيب لك مريم الصادقه، تم اغتيال مريم الصادقه المهدي، ما فارقه مع الشعب السوداني، تتحرك بإيجاز، كل ابناء الشعب السوداني طردوها. جابوا لك الحبه، الحبه حادثه اغتيال حمدوك. ابلع الحبه دي، اي واحد يبلع الحبه دي كويس. حادثه اغتيال حمدوك، حمدوك سليم، ما جاته حاجه. دي الحبه اللي حتخدي لك انت يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي. الازمه الاقتصاديه يا اخي، ازمه اقتصاديه شنو رئيس وزراء اداري قتله يا اخي، صف العيش صف عيش شنو حمدوك عيان يا اخي. البترول يا اخي، البترول اللي يزيده حمدوك لكن يعيش يا اخي. طيب اللجنه الاقتصاديه دي بقياده حميتي، لا حمدوك يعيش. دي الحبه، دي الحبه اللي انت حتبلعها، دي اخر حبه للاحزاب السياسيه ولغو الحريه والتغيير. عشان كده اول ما اخذت الحبه بتاعت اغتيال حمدوك، فجاه طلعت لي قوى الحريه والتغيير ببيان. ولو جينا سالنا قوى الحريه والتغيير في الثلاث اسابيع الماضيه وين؟ قوى الحريه والتغيير خلال ثلاث اسابيع مختفين تماما. طيب قوى الحريه والتغيير هل ظهرت في الازمه الاقتصاديه؟ ما ظهرت. قوى الحريه والتغيير ظهرت وتكلمت على الفاخر؟ ما تكلمت. قوى الحريه والتغيير اتكلمت على موكب هيكله القوات المسلحه والحادثه بتاعت العنف؟ ما فتحت خشومه. قوى الحريه والتغيير تكلمت على انه لجنه الاقتصاد العليا بقياده حميتي اتكلمت على الموضوع ده؟ ده فضيحه للشعب السوداني وفضيحه ل 40 مليون نسمه. زعيم الاقتصاد خرج روضه. اتكلمت قوى الحريه والتغيير؟ ما اتكلمت. ساكت، ما عندها كلام. قلت تقول شنو؟ تقول انه شركه الفاخر حقت حميتي بيدوها بالجزمه في راسها. تقول انه والله دي عسكريه بيدوها في راسها. تقول انه والله تبديد موارد الدوله بيدوها في راسها. بتسكت الليله هو الحريه والتغيير طلعت لك طوالي. تاخذ الحبه بتاعت حمدوك تم اغتياله، طلوع للشارع ما تطلع، تقعد تنسى ازماتك ذاته، تبقى في حمدوك كويس، حمدوك شرب عصير، حمدوك اكل كويس، حمدوك يتغذى كويس، حمدوك ودوته مستشفى. هل حمدوك ده الكهرباء شغاله لحمدوك؟ المكيف شغال في راس حمدوك ولا ما شغال؟ في النهايه نحن عندنا مطالبنا، في النهايه دي حبه تاخذها عند اللزوم، حبه ثنائيه الابعاد. تخدينك من الطلوع الى الشارع واعاده قوى الحريه وتغيير ثاني. قوى الحريه والتغيير ما عندها حاجه طوالي. ندعو الناس الى الطلوع الى الشوارع. نطلع للشوارع لشنو يا قوى الحريه والتغيير؟ عشان نعمل شنو؟ عشان نعمل شنو؟ نطلع سايد كده بس حمدوك 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 طوالي طلعت لك عشان ترجع الى المشهد، لانه الاحزاب السياسيه اتمسحت باستيكة من قلوب الشعب السوداني. ترجع نحن حمدوك وشفتوا الدولة العميقة قاعد تقتل، والدولة العميقة دي قاعد اختارت رئيس الوزراء، وما في حل يا جماعة الا ان نحن نقعد مع بعض ونتشابك ونضم بعض ونحضن بعض كلنا، احزاب مع جنجويد مع رباطة مع قتلة، يلا اقول لك احضن بعض، تحضنوا بعض وتعيشوا في سلام وامان في دولة الجنجويد. مسرحية بايخة. عدد مسرحيات الفترة الانتقالية أكثر من مسرحيات عادل إمام في تاريخه الفني. حكومة حمدوك حكومة اللجان بامتياز. الموضوع بتاع الاغتيال ده راس ماله لجنة، ما في حاجة أكثر من كده. موضوع اغتيال حمدوك راس ماله لجنة من اللجان القاعدة في الرف، لجان كثيرة قاعدة في الرف. طوال خش لجنة اغتيال حمدوك أقعد في الرف، لا ده لا رئيس وزراء، خدته في الرف الفوق الجنب اللمبة القدام والمكيف. في النهاية دي مسرحيات إلى أن يثبت العكس. يثبت العكس كيف؟ يطلع السيد رئيس الوزراء حمدوك يورينا دي الدولة العميقة، هسلم عمر البشير بيتين. ما خلاص انت مخلي عمر البشير لشنو؟ طيب انت الكيزان ده ما قاعد معاهم، انت ما بليت كوز عشان هم يبلوك، انت ما قعدت مع الحركة الإسلامية كلها، فما تقول لي حركة إسلامية. طيب الحركة الإسلامية دي فاكينها ليه؟ مين الفاكي الحركة الإسلامية؟ انت يا حمدوك والعساكر. في أمان الله.